ماتيريال نيمينج، ازاي نسمي الماتيريال. في طبعا طرق كتيره جدا وتقدر في الشركه تتفقوا على طريقه تسميه، بس هي في طريقه تبع كود عجبتني، ان انا هبدا بالماستر فورمات، يكتب في الاول الرقم بتاعه، وبعد كده يكتب الكاتيجوري، وبعد كده يكتب التايب، وبعد كده يكتب الديسكريبتور يوضح الماتيريال دي هي ايه، عباره عن ايه. بالطريقه دي اول ما تشوفها تقدر توصل للماتيريال اللي انت عايزها. في نفس الوقت الماستر فورمات هيسهل عليك كتير جدا لما يكون مكتوب.